السلام عليكم، نهاركم سعيد وجيد. معكم محمد السيد، وكل سنة وانتم طيبين وربنا يجعله عيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية. ويا رب انصر إخواننا في غزة. فيديو النهاردة إن شاء الله إزاي نختار نوع الحجارة اللي إحنا بنستخدمها، وهتكون الحجارة دي نوع ليثيوم اللي هي قابلة للشحن، خلاف الحجارة اللي إحنا بنستخدمها مرة واحدة وبعد كده بنرميها. وطبعا هنستخدم شاحن علشان الحجارة، خاصة إذا كانت الريموتات ديت غالية الثمن. الشاشات السمارت مثلا الريموت بتاعها بيتراوح من 800 جنيه ل 1200 جنيه، وبعض ريموتات التي في بوكس وأسعار ريموت التي في بوكس يصل إلى 500 600 جنيه، وريموتات التكييف، وفي بعض الرسيفرات الريموت بتاعها بيصل إلى 300 400 جنيه زي رسيفرات الأندرويد وال4 كي. حتى الريموت الشعبي العادي إحنا هنتعلم إزاي نحافظ على الريموت من خلال فيديو النهاردة، من خلال الحجارة اللي احنا بنستخدمها. طبعا بعد غلو الأسعار بطبيعة الحال، الحجارة اللي هي اللي احنا بنشتريها اللي هي لاستخدام مرة واحدة، الحجرين النهاردة ب 10 15 جنيه، اللي هي الحجارة اللي مش الكويسة كمان اللي هي النص نص. احنا نختار ازاي تختار حجارة تعيش معاك وتحافظ على الريموت. الحجارة اللي احنا بنستخدمها ديت فيها مادة حمضية، المادة دي بتتفاعل مع الريموت، فبالتالي ممكن تلاقي الريموت سليم والزرار بتاعته مش شغالة. المادة الحمضية دي بتعمل عازل في الريموت وبتعمل تواصل في الدوائر الإلكترونية بتاع الريموت، فبالتالي الريموت بيتلف مهما كان غالي. يعني ممكن تلاقي الريموت سليم والريموت مش شغال. في السوق حجارة زي دي. طبعا الحجارة دي مش هي أغلى حاجة، دي تعتبر حجارة شعبية، في أغلى منها طبعا وأفضل منها وفي أعلى منها في الأمبير، حسب احتياجاتك وحسب قدرتك المالية في الشراء. ممكن تقدر تجيب شاحن زي دوت، طبعا شاحن عادي برضو شعبي. الحجارة بتتحط فيه كده، بنحط فيه الحجارة كده وبنحطه في الفيشة. بتبقى فيه لمضتين، لمضة حمر هنا ولمضة حمر هنا، بتبقى لكل حجر لمبة. طبعا في شواحن افضل من كده ليها شاشة او فيها مميزات اكتر، بس طبعا بتبقى مرتفعة الثمن. دي حاجة شعبي، يعني مثلا الشاحن دوت لوحده عامل 130 جنيه، وفي شاحن منه بيشحن 4 حجارة مع بعض، الشاحن عامل 160 جنيه. الحجرين دول مثلا انا جايبهم ب 75 جنيه. في طبعا حجارة اغلى من كده، مهما تكون حجارة اللي أنا جايبها رخيصة أو شعبية، بس أفضل من الحجارة اللي هي بتستخدم لمرة واحدة. الحجارة دي طبعا قابلة للشحن، عمرها الافتراضي عندك من سنة إلى 3 سنوات، كل ما بتفضى بتشحنها تاني وبتسيبها على الشحن حوالي تقريبا نص ساعة. طبعا ما نقدرش نسيبها أكتر من كده في الشحن دوت، لأن الشاحن ده ما بيبين لناش، ما فيهوش أمبير بيبين لنا إن البطارية اتملت. فاحنا كبرنا قوي في الحجارة ديت إن احنا نسيبها ساعة كاملة على الشحن، مش أكتر من كده. لو احنا بنستخدمها في ريموت ريسيفر أو ريموت تلفزيون، 10 دقايق في الشحن كافيين إن هما يخلوا الريموت يشتغل عندك شهر كامل. والحجارة دي ب 75 جنيه، وده ب 130 جنيه. لو انت حسبتها الحجارة اللي انت بتشتريها هتلاقي الحجارة دي أرخص مع مرور الوقت. وغير كده الحجارة دي ما فيهاش المادة الحمضية اللي هي بتبوظ الريموت. طالما الريموت ما انكسرش معاك، الريموت بيفضل بكفاءته لأطول فترة ممكنة، فأنت بكده هتوفر فلوسك وهتحافظ على الريموت الخاص بيك. إذا كان ريموت تكييف أو ريموت تلفزيون أو ريموت ريسيفر، استخدم الحجارة الجافة أو الحجارة الليثيوم، لأن هي ديت أفضل وسيلة للحفاظ على الريموتات.